كبر التطوير المشروب يسمى مشروب الكولا من تجي شركة يهودية. ما حكم شراء هذا المشروب؟ ما حكم بيعه؟ هل هو من التعامل لكم الأقلام ولا؟ ألم يأت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله ومات وبرعه مرهونة عند هذا اليهود؟ ألم يأت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود؟ وألم يأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي؟ ولو أننا كنا لا نستعمل ما صنعه اليهود أو لا نأكل ما صنعه اليهود مما لا يشترط فيه الزكاة لفات علينا شيء كثير. في سيارات الآن ما يصنعه الله نعم إلا اليهود. صحيح أن هذا الشراب قد يكون فيه بلع يضعه اليهود لأن اليهود غير مؤتمنين، ولهذا وضعوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعوا في الشاة التي أهدوا إليه وضعوا فيها ثم وما عليه الصلاة والسلام وهو يقول ما زالت أفلح خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري يعني موتي. ولهذا قال الزهري رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بقتل اليهود له، لعنة الله على اليهود ولعنة الله على النصارى. فهم لا يأتون لا اليهود ولا النصارى، لكن في ظني أن هذا الذي يرد إلينا لا بد أن يكون قد اختبر وقد نفس وعرف هل فيه خطر أو ضرر أو لا. إيه؟